معايا على الهاتف الأستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحة. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهمية زيارة الرئيس بوتين يعني دعم السياحة الروسية في مصر. إن شاء الله أنا متوقع إن يعني يكون طبعا المتغيرات والأحداث السياسية اللي موجودة في العالم هيكون لها تأثير برضو آخر، ولكن احنا نتمنى ان شاء الله، والسياحه يعني من اهم الملفات اللي على اجنده الحكومه المصريه. ايوه. ومن المتوقع ان التواجد نفسه هيكون له مردود ايجابي باذن الله. يعني نستغل الزياره ازاي استاذ وليد؟ هي نقدر نستغلها ازاي؟ يا فندم انا دايما بسمع السؤال ده بتاع نستغل الزياره ازاي؟ الزياره مستغله اللي يعني يبقى لها اثار ايجابيه. ما انا هقول لحضرتك. اتفضل. الزياره ده الرئيس الروسي. ايوه. فوكالات الانباء اللي عندهم هتكون بتتابع لوحدها وبتعمل تغطيه لوحدها. كويس. احنا كدوله احنا عملنا كل اللي علينا واكثر وزياده 50 مره، احنا والقطاع الخاص والخارجيه ووزاره السياحه وهيئه الترفيه وكل حاجه في مصر عملنا اللي علينا وزياده. النهارده انا بقول لحضرتك ان هو ده رئيس روسيا. أيوة. لما يجي هنا هو عنده الميديا بتاعته جايه تعمل له تغطيه. اوكي. وحدها. تمام. هتعمل له الشو كله. ظهور الكلام ده هناك وظهوره وتواجده هنا في مصر ده لوحده دي مردود ايجابي ان شاء الله. ده غير ان شاء الله انا متوقع انه هيكون في طبعا فتح للموضوع بتاع السياحه. ايوه. لانه عمليه المنع غير مبرره الان. لا يوجد اي اسباب للمنع بدليل انه دول اخرى كثيره جدا الحمد لله شغاله، ودول حتى من اللي كانت عامله شبه حصار او منع بدات تفك. ف يعني متفائلين خير، خلينا لا نسبق الاحداث، ومن النهارده لبكره ان شاء الله هيبان على ترابيزه المحادثات هيكون فيه ايه، لانه في امور هامه جدا جدا جدا. وخلينا فاكرين انه في مؤتمر الشباب اللي كان في شرم الشيخ رئيس الجمهوريه قال ما تنسوش حق 3 مليون مواطن يعملوا في السياحه، هم دول كمان ليهم حق. فبالتاكيد الناس قطاع السياحه على اجنده السيد رئيس الجمهوريه، فان شاء الله خير. انا بكلم حضرتك بقول لك الحمد لله السياحه بخير حاليا، ولكن احنا نبقى في كمان عادة فتح السوق الروسي. خدي بالك ان بس في نقطة مهمة. ايوه. السياحة الروسي موجودة اوريدي بدأت تيجي، ولكن ليست بالأعداد المرجوة ولا اللي كانت بننتظرها. ايوه. مش الأعداد اللي كانت سابقا يعني. طبعا هم بس بدأوا الناس يجوا. تمام. بيجوا عن طريق دول ثانية بيقدروا يركبوا منها، يعني بيجوا عن طريق بيلاروسيا، بيجوا عن طريق اوكرانيا، بيجوا عن طريق اوزباكستان، بيجوا من كذا حته. ايوه. ولكن طبعا لما هيتفتح الشارتر من هناك بيختلف الامر جامد جدا. احنا ان شاء الله نطمع انه بكره يكون السيد رئيس الجمهورية هيكون في عمليه طرح او حاجه، لانه ما تنسيش انه الدوله بكل قطاعاتها كانت خارجية، سياحة، كل واحد بيشتغل في مصلحة الدولة. فإن شاء الله بكرة هيكون في مردود إيجابي بإذن الله. إن شاء الله يا رب تبقى زيارة موفقة. أستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحة، بشكر حضرتك.